عنده فوبيا وغير اسم مراته وسمى ولاده باسماء النجوم. صندوق اسرار خالد الزعاج بيخاف من صوت البرق والرعد. تعالوا بينا نعرف اسرار وحكايات الفلك السعودي خالد الزعاج. الفلك السعودي خالد الزعاج نعى اخوه عبد الرحمن اللي وفاته المنيه قبل ساعات، وكتب على صفحته على موقع اكس اللي هو تويتر سابقا انا لله وانا اليه راجعون، وهو اللي خلى الاف من المغردين على موقع اكس يعزوا خالد في وفاه اخوه. والزعاج واحد من اشهر الفلكيين في المملكه العربيه السعوديه، وهو معروف بأسلوبه المسرحي اللي بيحاول يوصل بيه المعلومات العلمية بطريقة مبسطة ولطيفة عشان يقدر الجمهور يفهمها. وواحد من أكتر الناس اللي بيطمن الناس على حالة الطقس، محدش بينزل من بيته إلا لما يسمعه الأول عشان يعرف يتقل ولا يخفف. وخالد الزعاج هو مرصد الزعاج للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، ومشرف مرصد بريدة الفلكي في مجمع الأمير سلطان بن عبد العزيز. لكن على الرغم كونه من أهم الفلكيين في المملكة، إلا إنه أصلا دخل مجال بالصدفة ومن باب التجربة. ايه ده؟ ازاي؟ خليني اقولك. خالد الزعاج كان طفل عنده 13 سنة، وكان لما يسمع صوت البرق بيجري ويستخبى. كان عنده فوبيا بس مش من الاماكن العالية من البرق. خالد بيقول ان الصوت ده كان بيصيبه بالرعب والهلع، وده اللي خلاه يقرر انه يدرس الفلك عشان يعرف سبب الاصوات الغريبة دي. وبرر ده وقال اتعلمت علم الفلك من باب اعرف عدوك. وفعلا الزعاج بدأ يدرس الفلك وبقى فلكي معروف في كل المملكة، وده طبعا عرضه لحرب جديدة في البداية، كون ان البعض بيشوف الفلك من العلوم المخالفة للشريعة. مش كده وبس، ده اتهموه بالدجل وانه بيقول حاجات مخالفة للدين وربنا هينتقم منك. كل ده رغم انه هو اساسا خريج كلية شريعة واصول دين. ايه ده؟ ام المخالف ايه بقى يا جماعة؟ وده كمان خلاه يتعرض للملاحقة وهو بيتحرك من مكان للتاني عشان يدرس الظواهر دي. لكن خالد كان مكمل في طريقه، وكان كمان بيسافر لاماكن الاعاصير زي اعاصير عمان اللي سافر مخصوص عشان يدرسها من هناك. خالد كمان معروف بأموره الغريبة وطريفة، منها انه مثلا غير اسم مراته وحوله من بدرية لبدور، اكيد عشان بيشوفها زي القمر. مش كده وبس، ده خالد الزعاج كمان سمى اولاده باسماء النجوم، شهاب ونهار وفلك واورانوس. اسرة كلها نجوم ما شاء الله. اسلوبه المسرحي وتقديم المعلومة بطريقة تمثيلية ده اثار كتير من الجدل، لكن خالد شايف انها طريقة لتبسيط العلم، وقال طريقة بسيطة عشان الاطفال تفهم وما تخافش من الظواهر دي. ورد كمان وقال انا راضي جدا عن اللي بعمله وعن الطريقه اللي بقدمها للناس. بس كده، ودي كانت حكايه الفلك السعودي المشهور خالد الزعاج. انت كمان لو عاوز تعرف اكتر عن المشاهير والنجوم في كل الوطن العربي تابعنا على نجوم الفن.